أدانت مصر التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين. دعت الخارجية في بيان السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يسهم في إشعال دائرة مفرغة من العنف. واعتبرت مصر أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، منوهة إلى أن هذه الاعتداءات تقوض أيضا من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين. وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الاطلاع بمسؤوليتها والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الحق في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.